بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا جمهورنا الكريم، ينطلق الشوط الثاني، 8 جيات تشارك في الخيل المهجنة الأصيلة إناث والدرجة الثانية لمسافة 1400 متر. نتمنى التوفيق للجميع. نتابع الآن اندفاع الجيات نحو المقدمة، تقدم لهارس دانسر، مارفين سيورلاند رقم 5 ومحاولة تعقب من خلال بوتانيكا هاري بنتلي، بينما المركز الثالث الآن إذا محاولة لتوتيرا مع مارك ليرنر في المركز الأول والصدارة. ثاني المراكز رقم 7 ستارزان أنجل بيور كونفارتينو، المركز الثالث محاولة من بوتانيكا مع هاري بنتلي، بينما رابع المراكز لكورورا مع كارلو فيتشي، ومتابعة في المركز الخامس من خلال كابتن كليو مع سليم غلام. برونز ماكيت الآن في المركز السادس وآخر 500 متر في هذا الشوط، دفاع الجياد نحو الانعطاف الأخير ومتابعة قوية. لازلنا مع توتيرا ومارك ليرنر للمهندس أسامة عمر، الدفع في الصدارة محاولة من الجهة الخارجية بشعار البرتقالي ستارزان أنجل في التقدم والاندفاع. ثالث المراكز مع بوتانيكا، أيضا محاولة من رشيدة من الجهة الخارجية، ولكن برونز ماكيت إدواردو بيدروزا، الدفاع جميل برونز ماكيت، وأيضا من خلال ستارزان أنجل إلى المركز الأول والصدارة. الشعار الرصاصي في المقدمة، برونز ماكيت فعلا هي المرشحة، هي الفائزة في هذا الشوط باقتدار. إذا هنا النتيجة النهائية والرسمية للشوط الثاني، المركز الأول والصدارة مع برونز ماكيت، المدرب محمد حسين أفروزة، ملك السادة ثمامة ريسينج والخيال إدواردو بيدروزا، المركز الثاني لرقم 7 ستارز أن أنجل، المدرب جاسم حمد الغزالي، ملك السيد منصور إبراهيم سعد المحمود والخيال بيير كونفارتينو. ثالث المراكز لرقم 1 بوتانيكا مع المدرب محمد جاسم الغزالي، ملك السيد محمد بن أحمد بن محمد العطية والخيال هاري بنتلي، بينما المركز الرابع لرقم 6 رشيدة مع المدرب ماجد مهدي سيف الدين، ملك السيد راشد بن مبارك الجفالي النعيمي والخيال دارين ويليامز. المركز الخامس لرقم 4 كرورا، المدرب ستيفانو أبيدو، ملك السيد عبد الهادي مانع الشهواني الهاجري والخيال كارلو فيتشي. إذن ألف مبروك، بانتظار الشوط القادم وهو الشوط الثالث بإذن الله.